الله منتصرين. ومن الجانب اليسار نعرف الصيفية يقولوا يا ربي إن شاء الله يا ربي ستيف كاليفي. سنرى ونتابع. الكل بلغة واحدة، الكل دعاء واحد، لكن واحد فقط سيفرح. يا طافية ما باش تعدي. الكرة الأولى للترجي من الدراجي، دراجي والشاوشي. الكل يتحدث في عرف كرة القدم عن قيمة الكرة الأولى، الركلة الأولى. مهمة جدا لباقي السباق بكل المعطيات في سلاح المعنويات. دراجي والشاوشي، الشاوشي ما يتحركش، يمشي دراجي، يتقدم دراجي ويسجل بطريقة قريبة وغريبة ورهيبة. أوه دراجي حبتك الكرة يا بيكاسو. 1-0 للترجي. يا العربي هذا التشجيع، يا عربي يا عربي كان من عهد الواعر. يا شكري يا شكري. تتبدل الاسماء، تتغير الاجيال، وجمهور الترجي واحد. نبيل حيماني اللي دخل في الشوط الثاني. حيماني يتقدم ويسجل ممتازة. مرحمش حيماني مشى على الخط العربي كيما مشى لها الشاوشي. ارجع وعاود. 1-1 للترجي الدربالي. زياد الدربالي احد المؤهلين للتنفيذ. في صبورة وشاشة رادس اللامعة، خضرة خضرة، وهما تونس الخضرة والخضر الجزائر. كرة من زياد الدربالي أمام الشاوشي. يقول لك في العادة اللاعب اللي يحط الكرة مرتين وثلاثة خايف. دربالي كيف سيتصرف؟ الشاوشي ودربالي. دربالي يتقدم ويسجل. روعة يا ولد، روعة يا كبير، روعة يا دربالي. أحسن بلانتيات الدربالي وقبله نبيل حيماني. مش ممكن. الضغط على خالد لموشية. أول مرة يسدد بينالتي في 4 سنوات. فرصة الماجري أم تأكيد لموشية. لموشية والماجري. لموشية يتقدم ويضيع، يضيع خالد لموشية. أوه أوه 4 سنوات أول بينالتي والعربي صدها للترجي الرياضي التونسي. العربي الكل بالكل. 2-1 للترجي. الضربة الثالثة. كرة للترجي الرياضي التونسي. خليل شمام. ترجي من أجل تأكيد الأسبقية. 2-1 حاليا. 2 أخضر للترجي، واحدة خضراء أختها حمراء لفريق الوفاق. الثانية ضاعت من لموشية. ترجي عنده 3 بنالتي. يتقدم خليل شمام، يتقدم ويسجل. 3-1 للترجي العاصمي. ضغط كبير على فاروق بلقيت. طلعين اللاعبين في ركلات الترجيح. اسمع الجمهور، حرب المعنويات. 3 الترجي، 1 لونتونت، الرابعة الفاروق. واثق الخطوات يمشي أو شاكك في خطواته يختال. سنرى. فاروق بلقايد والعرب الماجري. كرة يتقدم فيها بلقايد ويسجل بصعوبة لكن بامتياز. 3-2 للترجي. كرة الرابعة للترجي التونسي. بلقايد يبقي لونتونت في البطولة والمعركة. معركة الحظ، معركة ال 11 متر وضربات الجزاء. خالد القربي، الضربة الرابعة للترجي.
منعرج مهم جدا للمباراة، معنوي جدا للمباراة. الشاوشي والقربي، القربي والشاوشي، حط كورته القربي يتقدم، خد القربي يتقدم ويضيع العارضة، على العارضة من القربي. القربي لا يقرب الترجي في الركلة الرابعة، تبقى 3-2 للترجي، والضربة الرابعة لا للوفاق. فاهم بوعزة، ترجي يمكن الركلة الخامسة من الرامو. أول بينالتي ضيعها الترجي في الموسمين الأخيرين على مستوى شمال أفريقيا وعلى مستوى أبطال العرب، لأنه ترشح على الأهلي الليبي والإسماعيلي المصري ولا بينالتي ضاعت. هذه الركلة الأولى ضيعها القربي، زملائه يتعاطفون معه. فاهم بوعزة، بوعزة للتعادل، 3-2 الترجي. تمشي كرة من فاهم بوعزة، يتقدم بوعزة ويعدل، 3-3 والماجري مشي على كل كرات. 3 الترجي، 3 الوفاق، الرابعة للترجي والخامسة الأخيرة للترجي من أجل هدف الرابعة المساكني. إذا الرامو ما يدخلش في السيري. الضربة الثانية ضاعت من لموشية، الركلة الرابعة ضاعت من قربي. هذه الكرة الخامسة للترجي، يوسف المساكني، ضغط كبير على الفريقين. الكرة الخامسة المصيرية من الجانبين، يوسف المساكني، تمشي الكرة المساكني يتقدم ويسجل. اوه على يوسف المساكني، بأي ثقة ضربت يا ولد، أي لاعب أنت يا ولد، من أي دين أنت يا المساكني. الكرة الخامسة والأخيرة، عموري جديات ضيع في ماتش باماكو ضد الملعب المالي، لكن اخذ ثقة، قوة شخصية. من 3 جمعات ضيع الكاف ممكن على الوفاق بينالتي، اليوم يلعب كرة لتعديل المباراة مع الوفاق مع الترجي. العموري، جديات، العربي المجري يتقدم، جديات ويسجل. سجل العموري هذه المرة، ليس كل مرة تنفجر الجرة من عموري جديات. 4-4، يدخل سيام بن يوسف على الخط في السيري الثانية، أول بينالتي في السلسلة الثانية، الركلة السادسة بالمباراة. كرة بين سيام بن يوسف والشاوشي، يتقدم سيام ويسجل. أوه حبتك الكرة يا بن يوسف، جايتك الكاس يا ترجي، مش ممكن الكاس جاية تزغرت، مش ممكن. الشاوشي كيف أهدرها، الشاوشي كيف لم يوقفها. هذه الركلة الثانية بنفس المصير، كورة دراجي وكورة أيضا سيام بن يوسف، هربت من يديه. 5-4 للترجي، حسين مترف، حسين مترف مع العربي المجري، مترف يا خوليلا ما يبعدش برشا على الكرة، يضرب مترف ويسجل من أحسن البنالتيات. مش ممكن مترف، الملعبية متاع ستيف يمشي ويهنيوه، بالفعل كانت ممتازة من حسين مترف، لأنه بريسيون كبيرة كانت على اللاعب حتى في زاوية مستحيلة. 5-5 تتواصل إثارة، أوري بيان فينو، كرة أوري بيان فينو، شاوشي وأوري، يتقدم الكامروني، يمشي الكامروني يتقدم ويضيع، ويضيع. الكل هنا خاف من الجانب التونسي من أوري بيانفينو، لماذا لم يسدد الرامو؟ بيانفينو يسدد، خرج كرة برا، تنقلب الآية 180 درجة. هنا الكرة الجديدة للوفاق، كرة كاس، كرة لقب، الكل واقف هنا في استاد 7 نوفمبر بيرادس.
ديس. اسماعيل ديس المدافع المحوري للوفاق، عنده كرة مباراة، كرة بطولة كاس شمال افريقيا للاندية البطلة النسخة الثانية. اسماعيل ديس، اسماعيل ديس مع العربي المجري، يتقدم ديس ويسجل. الوفاق بطل شمال افريقيا، الوفاق بطل شمال افريقيا. اذا مبروك للوفاق، لم يلدغ من جحري مرتين، خسر بطولة الكاف لكن لم يخسر بطولة لوناف. هذه هي كرة القدم.